السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس الرابع. فأولا هنذهب إلى القائمة أو الورك سبيس للـ 3D موديلينج. طيب أصبح عندنا بهذا الشكل جزء أو ريكتانجل بهذا الشكل. فعن طريق الذهاب إلى Conceptual و لهذا الجزء، اختار هذا الجزء أو هذا الريكتانجل. بعد ذلك في اكسترود الهايت، ممكن نختار هايت وليكن 12، أصبح في هايت 12 بهذا. هنا يتم إضافة سيركل يكون هنا، وعمل أيضا اكستروجن لهذه السيركل. وليكن اكستروجن لمسافة 6. طيب في بعد ذلك في عدة أوامر مهمة، هنشرح بعد ذلك أمر اللي هو اللوفت. فنذهب إلى التوب فيو و سيركل دوبليكيت لهذه السيركل عن طريق كوبي هذه السيركل أجزاء. بعد ذلك انتر سكيل مرتين من البيز بوينت 2 تايم، وفي سكيل لهذا الجزء سكيل من البيز بوينت 0.5 وليكن. بعد ذلك نختار اللي هو الكوماند لوفت سيلكت كروس سيكشنز، نختار هذا الكروس سيكشن، هذا الكروس سيكشن، هذا الكروس سيكشن، نضغط انتر. بيسأل عن انتر اوبشنز جايد اور باسز، فممكن نختار اول اوبشن. اصبح عندنا فيه مخروط بهذا الشكل يمر بجميع الدوائر اللي احنا تم. هذا الامر مهم جدا لو بنعمل جزء وليكن مثل قطعة زجاج او جلاس فوت. بعد ذلك في بلينر سيرفيس. طيب نضغط على التوب فيو، نعمل ريكتانجل، هذا هو ريكتانجل، اختار هذا الجزء، نضغط على بلانر سيرفيس فيرست كورنر وهذا السكند كورنر، يتم عمل بلانر سيرفيس بحيث ان هذا البلانر سيرفيس ممكن نطبق عليه او نعمل سبليت لهذا الجزء، ممكن نعمل سبليت لهذا الجزء، ممكن الموف بس جزء فقط من الموف. ونختار هذا المخروط وسبليت. سبلينج مفترض ان سبليت في هذا الجزء. إذن هنأتي إلى الاسبريت مرة أخرى في درس قادم. في بعد ذلك ال ريفولف. طيب الريفولف ببساطة شديدة لو كنا في الباك فيو، فإذا في لاين بهذا الشكل. نختار لاين بهذا الشكل. بعد ذلك في إليبس نلغي الأرسو، في إليبس بهذا الشكل، نختار هذا الكيرف، نختار عليه ريفولف الستارت واي اكسس ستارت بوينت
فإذا اختار هذا الأكسس أوف ريفولف، اضغط إنتر، فتم عمل ريفولف هذا الجزء على اللاين بهذا الشكل. إذا بيعمل دائرة كاملة أو استدارة كاملة على شكل اسطوانة لهذا الكيرف حول هذا اللاين هو الأكسس. أهم ثلاث أوامر في 3D Modeling هو أمر سويب وأمر ريفولف وأمر لوفت. هذه الثلاث أوامر وأمر سكسترود، الأربع هذه الأربع أوامر هم يعتبر عصب 3D Modeling في الأوتوكاد. بعد ذلك يتم شرح لي السويب. فنتخيل إن في سيركل هذا قطر تيل بيز بوينت بوينت 3 وفي روتيت البك اك روتيت اكسس وسبيسيفاي انجل 90. بعد ذلك هنختار سويب انتر السويب، نختار هذا الجزء او نختار اولا سويب، يقول سيلكت اوبجكت سويب، نختار هذا السيركل، انتر الاوبجكت باس هذا الشكل واصبح عندنا سويب اداره حول هذا. طبعا بدون امر سويب سوف يكون الامر ممكن يتم من غير سويب، لكن الامر يكون صعب للغايه لاننا نعمل سيلندر هذا الجزء وسيلندر الجزء وبعد كده نعمل كومباين. اذا الموضوع اسهل جدا في امر واحد عن طريق سويب. بعد ذلك في بريس اند طيب يكون في افضل ان نشرح هذا الامر عن طريق ريكتانجل وفي دايره بهذا الجزء، دائره هنا ودائره. طيب بعد ذلك بريس اند بول نختار، لو اخترنا هي في وسط دائره فيتم عمل فقط لدر، لكن احنا عايزين نعمل البريس بول لهذا الجزء. الجزء اصبح هنا حتى تن هنا من الامر مهمه جدا في الموديفاي وهو امر فيلت. بيختار الاوبجكت، بنختار الاوبجكت والراديوس 2 وليكن، في نختار الايدج راديوس 2 الايدج، نختار جميع هذه الايدجز وبعد ذلك انتر، اصبح عندنا فيلت هذا الجزء. طبعا يفضل استخدام فيلت يبقى في العديد من الاشكال الهندسيه. طيب هنشوف ازاي نختار شامفر الديستانس ولكن 0.25 في 0.25 في سيلكت فيرست لاين تكست في البيز شامفر وين ايدج اند اصبح عمل شامفر بهذا الجزء. طيب بعد ذلك في قائمه الدرو، تم طبعا احنا شرحنا الدرو قبل ذلك في دي كانت مقدمه عن 3D موديلنج في الاوتوكاد. في الدرس القادم باذن الله سوف نشرح حد اوامر في السوليد اديتنج والموديفاي ديت والاسكيل.